فكك بقى من الحوارات دي. في ايه يا نوز؟ هو احنا اصلا في بينا حوارات الا دي؟ بص انا مقدرش اقولك حاجه قوي دلوقتي، بس محتاجين نقعد مع بعض اكتر عشان نفهم بعض. المهم دلوقتي الحوار بتاع بنت الدكتوره دي. بنت خالك اللي بتهرتل. نفضي يا نوز، على فكره بقى البت دي ما تستاهلش ولا سيكه من الدماغ. ايه ده؟ يعني بعد ما تقولي ان انا عاجباك ونظبط وكده اطلب منك طلب تديني وش جبس كده؟ مش جونك. طب انت عارفه يا نوز، انت بنت جونك. طب جونك قوي. طب اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بقى نطير الهيد ونقضيها حوارات، كل الحوارات اللي انت عايزاها. كنت حاطط املي في السبوبه اللي كنت هعملها دي، اننا نفرش شقتنا ونلم نفسنا فيها ونتجوز يا دوسه. وبعدين جرالها ايه السبوبه؟ خدها الغراب وطار؟ لا، ابويا. اشمعنى؟ جرالها دوسه. هتخشي لي عافيه ولا ايه؟ هو ابوك هو اللي منع المصروف وقطع السبوبه؟ ايوه يا دوسه. امال بقول ايه من الصبح؟ وبعدها لك بقى يا عاطف، هنفضل نحب بعض في الشوارع كده؟ عايزين نتلم بقى يا جدع انت. حياه اللي جمعنا يا دوسه. انا بقيتش قادر اصبر. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيكي بيتي في عصمتي. الفعل بقى يا عاطف اللي احنا فيه ده احلام، فين الفعل بقى؟ عاطف لو عايزني بصحيح هعمل حاجه. وحياه امي وامك حامل، ما انا لازم اعمل، مش هنقضيها كلام كده. شكلي حتى بقى وحش قصادك. ماشي يا عطفتي، اما يبقى غلب حمارك يبقى فطمني، جايز الاقي لك سكه. فوتك بعافيه بقى. الله يعافيكي يا عنون. عاطف من جوه النني، النني جوه. يا ساتر يا رب. وليك عين تيجي لحد هنا؟ مش خايف اجيب كرشك؟ ايه في ده يا صغنن؟ اللون ده مش لايق عليك، وحياة النعمة اللي قصادك ما لايق عليك. انا ما حشنيش عنك الا الشديد القوي، وحق ربنا تكون تحت الارض دلوقتي، مدفون في تربتك. ولا زرزور، هو الصغنن بيبرشم من امتى طالع؟ وانا ايش عرفنا يا معلم؟ ما هو قدامك اهو، ما تساله. عايز مني يا برشوت؟ انا ما فيش بيني وبينك غير الدم، ومسيرة سايح دمك، بس لما يجي الاذن. يا عم دم ايه واذن ايه؟ انت بتشتغلني؟ بتشتغلني وانا جاي فطامك على عبارة؟ عبارة ايه؟ هما في الحقيقة عبارتين، عبارة تخصك والتانية برضه تخصك، والاتنين فيهم دم زي ما انت بتقول. قصر يا رجب وهات من الاخر، وقول لي انت عايز مني ايه؟ عشان عفاريت الارض بتتنطط قصاد مني وانا شايفك، وايدي بتاكلنا عشان راحك. انا مش فاهم انت شايل مني ليه؟ طب وحياه العشره دول؟ انت ايه مغير؟ مد الخمسه بتوعك يا زرزر. والعشره دول انا بحبك يا صغنن، ولولا كده ما كنتش جيت لك. عشان كده بقول لك تعالى لي المطرح وانا هفطمك. شد الفوطه الصفرة وحصني. الحمد لله على السلامة جنب الدكتورة. روح انت دلوقتي يا سيدي وارجع لي على الساعة 8. معلش انا هقعد هنا جنبك، يمكن توزي حاجة كده ولا كده، ابقى هنا جنبك. شكرا شكرا يا سيدي. لو اعرف بس ايه اللي مضايقك كان قلبي يرتاح. ايه يا مريم؟ انا بقالي اكتر من ساعة عمالة بطلب فيكي ما بترديش. في المحكمة؟ مريم أنا في النادي وحالتي زي الزفت. خلصي وتعالي لي بسرعة. باي، يلا. إيه بقى الموضوع المهم أوي اللي سايبتنا عشانه السبوبة؟ قول له زرزور، قول له سمعت إيه بودانك؟ نبقى طلع من القضية زي الشعرة من العجينة. يا نهار أسود، إزاي؟ دي القضية لابسة لابسة. شايل غصابي من صبيانة صغنن، امال عامل لي فيها ابو المفهوميه ومفتح للون؟ ما تصحى يا جدع وتشوف بعينيك الدنيا. طب وبعدين؟
هو عارف مين بلغ عنه؟ الولا سنديون دماغه اتهوت امبارح واحنا قاعدين بنضرب، قعد بعبع بالكلام وقال ان ابو عاطف رنات هو اللي بلغ عنا وان المعلم مش هيعتقه. انا قلت لابويا بلاش سكه اللبش دي وما سمعش كلامي. هنعمل ايه دلوقتي؟ شور عليا يا راجل. شفت كنت عايز تشرعني وفتح لي المطوه في صدري؟ ما هو اللي انت عملته معايا يا راجل مش هيعدي بالسهل كده. انا اللي مأمنك ومديك ظهري تعمل معايا كده؟ انا ما عملتش حاجه يا صغنن، انا كنت ببعد عنكم رزاله الشحات. سامي الشحات رزل ومش سهل. عامه ده مش وقته، الاهم ان احنا نشوف اي تصريفه بدل الوقت ده ما يكره حد عليكم يلبسكم تهمه ولا مصيبه. قصدك ايه؟ ارمي لكم اي لبش في بيتكم يلبسك انت قضيه وانت واقف على عربيه الفول. ما انا من الاول قلت لك بلاش نبقى ده ضواطي تاجر بودره معفن. يعني ايه؟ خلاص الفاس وقعت في الراس؟ لا مفيش حاجه وقعت في حاجه. انا عفطمك على عباره وبشور ابوك فيها. ده خبره برضه. والله زمان يا فنان. وحشاني حكاياتك يا محمود بيه. طول عمرك تموت في النام يا ام كاشا. فواتير الناس كلها معاك. بس انت ما حكيتليش ايه اللي كان مكدرك اول ما جيت؟ تاني ما تفضها سيره بقى يا عكاشة. عايزني اروح زهقت من قعدتي؟ ده انا عايز افرفشك واروقك على الاخر. المهم هتعمل لي ايه بقى في التماثيل اللي قلت لك عليها؟ خلص انت اي كميه او هات لي اي كميه جاهزه وانا اوزعها لك. المهم تبيعه زي تمنه في السوق، ما يبقاش اقل منه ابدا. ده انت ايدك تتلف في حرير. انت بتطلع الحته الاصلي. كان التمثال يطلع يقول انا تمثال. كنت بقى يا عكاشة 20 سنه ما اشتغلش، ايديا وقفت. ده انت بتخزي العين عنك. يروح الزمن ويجي الزمن ومحدش بينسى شغلته. طب تصدق باللي خلقك؟ انا اول مره مسكت حته الطين بعد 20 سنه حسيت ان ايديا واقفه مش عايزه تشتغل. مش عاوزه ايه يا محمود بيه؟ تفرق. ولما عازت طلعت الحته الاصلي. المهم بقى ان السبوبة دي هيطلع لك منها 10%، يعني كل تمثال هتبيعه هيدخل جيبك 10%. ماشي الكلام ده بقى يا راجل عجوز؟ ماشي يا محمود بيه. انت لابسك كده رايحه على فين؟ رايحه اقابل انصاف اللي كانت شغاله معايا في الكافيه عند سامي. ودي عايزه منها ايه؟ شافت لي شغلانه كويسه قوي عندهم في بازار في نزله السمان. ودي شفتيها فين؟ عدت عليا النهارده. مش ده المهم. المهم ان هي قالت لي ان القضيتين اللي اتعملوا سامي الشحات المحامي بتاعه خرجوا منهم وهيرجع يفتح الكافيه. ازاي كده؟ ده ابويا مفهمني ان واحده من القضيتين دول لازم ينسحب فيهم رخصه المحل. الله. وبعدين بقى هي مالها لبشت كده؟ مالك في ايه؟ ايه اللي قلبك كده؟ انت راجع من بره مقلوب. انت شايف ان الموضوع هيعدي كده يتحكي كده وخلاص؟ اكيد طبعا سامي عارف ان ابوك هو اللي عمل فيه البلاغ وزمانه دلوقتي بيدبر لنا في مصيبه. وإيه اللي حصل؟ وأنا اللي كنت فاكر نفسي واعي ومخربش والأرض جات لي من كتافي رقات. مشيت ورا أبوكي وأنا مغمض مع إني كنت شايف اليوم الأخبر ده. وفي حاجة تانية غير الموضوع ده؟ الموضوع التاني بتاع الواد نبقى برضه طلع منها شايلة اتصابي من صبيانه.
يعني من ناحيتين. يا نهار اسود، ابوك من ساعه ما خرج الصبح ما رجعش، يكون جرى له حاجه. وبعدين بقى احنا لازم نفكر ازاي نعدي المصابتين دول، دي واحده فيهم ممكن تضيعنا كلنا. اتأخرت ليه يا كبير؟ بابا مشتري عليك. ليه؟ عيل صغير وخايف عليا لا توه. مش اللي قصدي يا كبير، اصل في بولكة حصلت. اتنين يا عاطف، بولكتين يابا مش واحدة. الله، كده يبقوا تلاتة. ما انا كمان جاي لكم ببولكة. الحكاية مش عاوزة هزار يا كبير، عاوزة تفتيح مخ بقى عشان ما نتلطش فيها. قولي يابا، عملت ايه مع الست بتاعت الجنار؟ عملت نفسها مش عارفاني، عملت كده، عملت ما تعرفنيش، بس انا يتهيألي ان انا صدقتها. ده لوح حريم يابا، انت مش خدت الاثبات اللي عندك معاك ووريته لها؟ لا ما وريتهولهاش. ليه كده بس يابا؟ انت مش قلت ان الست دي على حسها هنعيش في السليم؟ ايوه. خلاص يبقى ادينا العنوان وانا هتصرف معاها، كهن النسوان ده ما يخلش عليا. المهم ابوك يعرف اللي حصل ويبقى عنده خبر بالبلوتين اللي عاملين زي السكينه فوق رقبينا. الاول والاهم دلوقتي حديك نمره عربيه، عاوزك تتصرف وتجيب لي عنوان صاحبها واي معلومات عنه، بس عاوز كل ده يتم بسرعه. حاضر يابا. السون نصر بتاع المرور بيجي يفطر كل يوم عندي الصبح، حمايل عليه وافهم منه ممكن ايه اللي يحصل بالظبط. دلوقتي بقى نشوف النصبتين اللي اختك شمس بتقول عليهم ايه بقى؟ احكولي سيدي. وتاج راسي بعدين يقص البلاوي في اللي احنا فيه ده. عاجبك اللي حصل ده؟ انا كنت رايح يا سيدي. انا مش ناقص نواح، انا دماغي مش فاضيه لك دلوقتي، ليك رؤى بعدين. ليه بس يا سيدي؟ ما احنا هنفتح ونرجع نلعلع ونعوض اللي حصل. هو ده اللي مضايقني، ان احنا لا هنفتح ولا نتنيل، احنا لازم نكن. الحكومة خلاص هتفضل تنطلنا كل شوية وسمعتنا هتبقى في التراب، فاهم؟ والحكومة مالها ومالنا؟ مش خلاص خلصت؟ لا ما خلصتش يا قس البلاوي. الحكومة لما بتعرف مكان وبتعمل له سابقة بتفضل تنط فيه كل شوية ويعملوا شغل علينا. فهمت ولا فهمك تاني؟ الله، يعني يا مستر هنبطل شغل ونقعد في بيوتنا؟ اديك فهمت اللي حصل يا قس البلاوي. يعني هنقفل اهو يا سيدي؟ الله، ليه كده بشانس؟ وانا اللي كنت عايز اشربها كريس بنت رد السجون. اهو رد السجون ده لبسنا طرح سيدي. وتاج راسي خيرك عمم على الكل، سيبني عليهم اقطعهم لك جزل. لا يا قس البلاوي، احنا نكن في الاول وفي الخن نفكر هنعمل ايه. والله يا دكتور لو تسمع كلامي، دي شركه مضمونه زي الجنيه الذهب. بيتهيألك. ازاي بس يا دكتور؟ اتقل ناس حضرتك ممكن تتخيلهم داخلين عليها وبقلب جامد. دي لعبه تامر. لعبة بس ايه يا دكتور؟ طب حضرتك فهمني. الشركات الضخمة اللي من النوع ده كم حد من التقال زي ما بتقول
بيدي مؤشر لرجال الأعمال إنه متحمس للشركة وشايف إن مستقبلها عظيم. يوم الناس تجري تشتري الأسهم وهم شايفين سعر السهم بيزيد يوم بعد يوم، وفي لحظة معينة بيحددها التقال بس يبيعوا كل أسهمهم بأعلى سعر ويكسبوا أرباح خيالية، واللي بيتورط ساعتها هو اللي بيشيل الليلة. كده حضرتك بتشكك في قدراتي؟ المفروض إن أنا في قلب اللعبة ساعة بساعة، على اتصال بحضرتك ما ينقطعش، وفي اللحظة صفر اللي حضرتك بتقول عليها هبقى معاك على الخط ونبيع مع التقال ونستفاد احنا بفرق السعر. انا اسف يا دكتور يعني في اللي انا هقوله لحضرتك، بس انا ممكن ادخل معاك شريك. معنى كلامك ده ان في حد مفهمك ومديك امل. ممكن اعرف مين؟ ليه حضرتك يا دكتور بتقلل من قدراتي العقلية؟ انا عندي خبرة كبيرة في مجال البورصة وحضرتك عارف كده، وبالاضافة ان انا الحمد لله عندي سنس واقدر انشر على الشركة من دول واعرف اذا كانت اسهمها في الطالع ولا في النازل. انا واثق من كلامك والا ما كنتش امنت لك على فلوسي. كده بقى اتفقنا دكتور وليد. معلش اديني فرصه الاول الشهر افكر كويس واراجع اموري، وساعتها كل شيء هيكون اتضح. الراجل اللي كنتي متجوزاه قبل وليد راجع مصر ودور عليكي وعرف طريقك وجالك الجامعه؟ لا ده حد تاني خالص انا ما اعرفوش. ما تعرفيهوش يعني ايه؟ حد مجنون؟ تعرفي يا مريم، انا لأول مرة من 20 سنة أحس إن أنا مش قادرة أسيطر على عقلي، مش قادرة أحدد أي حاجة. مادام الراجل ده طلع مش هو اللي اتجوزتيه قبل وليد يبقى ده راجل نصاب، يعني الحكاية كلها مش مستاهلة كل التوتر اللي أنت عايشة فيه ده كله. إلا بقى إذا كنت مخبية عني حاجة أنا معرفهاش عنك. أيوة يا مري، الحقيقة اللي أنت تعرفيها عني وعن حياتي قليل قوي. طب احكي يا ستي أنا سامعاكي. الحكاية ابتدت من أكتر من 20 سنة بمشكلة كنت لسه صغيرة. يا مامي بابي كده قصد يدمر لي حياتي، وبصراحة بقى أنا مش هسكت. مش هتسكتي؟ يعني هتعملي إيه يا ميار؟ ما أنت عارفة أبوكي، وفي حد يعرف يتناقش معاه أو يغير قرار هو أخده أو حتى يخالفه في رأيه؟ يا مامي المرة دي بيختار لي اللي هتجوزه كمان واحد صاحبه تقريبا من سنه. انا مش حته شطرنج يحركها زي ما يحبوا يتحكم فيها. مش ممكن اقضي عمري اللي جاي كله مع واحد ما بحبوش، اضحي بنفسي وبسعادتي بمجرد اني ارضي بابي. حضرتك اللي معاكي الحل الوحيد. انا ليه ده؟ حضرتك امي واقرب انسانه في الدنيا ليا، لازم تحسي بيا وبمشاعري. حاسه بيكي يا بنتي والله، وصعبانه عليا، بس في ايدي ايه يا ميار اعمله؟ تعترضي يا ماما، تتناقشي مع بابي وتحاولي تغيري له رأيه. مش هيقتنع. حاولي يا أمي، حاولي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أنا أسفة في اللي هقولهولك ده، لكن مضطرة أقوله. من فضلك ما تبقيش سلبية، أرجوكي ما تضعفيش قدامه. ميار أنت فاهمة الحكاية غلط، الحكاية مش حكاية ضعف. أمال حكاية إيه؟ حكاية احتياج، احتياج للأمان. دي اصلك ما شفتيش حالتي كانت ازاي بعد جدك الله يرحمه ما مات وسابني انا وخالك رؤوس صغيرين. صحيح املاكنا كانت كتير، بس ما فيش خبره. لولا ظهور ابوكي في حياتي كان زماني انتهيت. هو اللي وقف جنبي وحافظ على اموالي وحياتي واداني الامان. ازاي اقدر احط عيني في عينه او حتى اخالفه في رايي؟ ده حتى بعد اعصابي ما تعبت وابتديت الف على الدكاتره هو برضو اللي قواني وقف جنبي. كل دي مش مبررات تخليني اسكت وارضى بالواقع. مش معنى كده ان انا مش بحبه ولا حاسه جنبه برعايه وامان، لا انا بدافع عن ان تكون لي شخصيتي ويبقى لي راي. من زمان هو اللي بيختار لي كل حاجه، البس ايه وما البس ايه، اصاحب مين وما صاحبش مين. لكن اني اتجوز واحد ما بطقش اشوفه. طب ايه دي يا حبيبتي؟ عشان خاطر ايه دي؟ هو بابا قال ايه؟ قال الراجل مسافر ولسه قدامه شهرين على ما يرجع، يعني عندك وقت انك تفكري فيه على مهلك. مش يمكن يكون بابي رايه صح وشايف الاحسن؟ لا يا ماما، عمري ما هقتنع. حضرتك مش بتحبيني ودايما تاخديني في حضنك وتصبريني على معاملته الصعبه ليا وتحكمه فيا. ايه اللي بحبه ده؟ انت حياتي كلها. خلاص تبقي تدافعي عني انت وبس يا ماما اللي تقدري تقفي له. حاضر يا ميار، حاضر هقفله، بس لو حصلت مشكلة وتهد البيت ده اللي فيه هيكون بسببك. خليكي فاكرة يا ميار، هيكون بسببك.
كلام ايه الفارغ ده يا سلمى؟ من امتى بتناقشيني في قرارات مصيريه زي دي؟ ما هي البنت يا صلاح يا حبيبي. بنت؟ بنت ايه دي اللي بتفكري فيها؟ دي عيله عندها 19 سنه، يعني ما تقدرش تاخد قرار ولا تعرف يعني ايه مسؤوليه ولا مستقبل. لا يا صلاح، البنت بقت كبيره، بس انت مش عايز تصدق ده. لهجتك الليله يا سلمى مش عجباني. انا ما كنتش فاكر ان بنتك هتقدر تمشيكي على هواها. يعني ايه تمشيني على هواها يا صلاح؟ يعني تخليكي زي العروسه اللعبه في ايدها يا سلمى، تحركك وقت ما تحب. حكايه العروسه دي انت اللي بتعملها معاها. حرام يا صلاح، حرام نكسر قلب البنت في شيء يخصها. كل اللي ليها وفيها يخصني انا وبس. انا هنا لاقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وانتوا تقولوا حاضر وبس. صلاح من فضلك، انا ما بحبش الكلام بالطريقه دي. مش عاجب الكلام، مش عاجبك كلامي، مش عاجبك كلامي يا سلمى. بعد كل اللي عملته عشانك، بعد ما حاربت كل اللي كانوا عايزين يخربوا بيتكم، دلوقتي مش عاجبك كلامي وبتعلي صوتك قدامي؟ ايه ده صلاح؟ ايه ده عشان خاطر بلاش نرفزه. انا قلتها كلمه وانت تقولوا حاضر وبس؟ احمدوا ربنا واخرسوا. راجل ما فيهوش غلطه، مركز وعيله ومستقبل. احمدوا ربنا وحطوا جزمه فوقكم واخرسوا. صلاح من فضلك اختار الفاظك. انت هتعلميني ازاي اتكلم؟ انا كل مطلوب منك تكلمني بادب واحترام. اخرسي. اياك تعيدي اللي قلتيه ده تاني، والا عقابي هيكون اشد. لو حرف واحد من اللي قلتيه ده اتعاد تاني هيبقى اخر يوم بينا. وريني انت واخوك البرنس ده هتعملوا ايه. ونفس الكلام اللي قاله لأمي دخل عليا قطي وقاله لي. اوعي تفتكري يا بنت انتي انك ممكن تلوي دراعي. عارفه لو روحت اتحميتي في مين ولا اتحيلتي على مين برضه مش هغير قراري، وانت هتنفذيه ورجلك فوق رقبتك. العريس اللي انت رفضاه ده مليون واحده غيرك تتمناه. يا بابي ده شكله ايه؟ متخلف ولا عبيط؟ اول ما يرجع من السفر هنكمل الخطوبه ونكتب الكتاب. الموضوع ده انتهى، مش هتكلم فيه تاني. اوعي تفتكر ان في يوم من الايام هيبقى لك راي غير رايي. كان خالي رؤوف اول واحد عرف الخبر وجيه عشان يقف معايا. دوا دوا ايه يا صلاح؟ يا ريتها جت على الدوا. اللي شفتها جوه داخله تعمل اشعه، دي مش اختي، دي هيكل بني ادم. رؤوف من فضلك انا مش مستحمل. كله منك انت السبب، انت اللي طول عمرك معيشها في مشاكل وفي هموم. بقولك ايه يا رؤوف، انت اخر واحد تتدخل بينا. ده ايه اخر واحد؟ انت ناسي انها اختي. اختك؟ وكنت فين يا باشا لما كانت في صراع رهيب مع اصحاب الشركات المنافسه؟ طبعا سعادتك بعت نصيبك ومنزه نفسك على الاخر بعيد عنها. صح، مش وقته، من فضلك ما تغيرش الموضوع. انا في قلب الموضوع يا استاذ، انت بس اللي مش عارف اللي ورا الكلام. انت عارف انا بعمل كده ليه مع اختك وبنتي؟ عشان اضمن لهم حياه مستقره ما عرضش اي واحده فيهم لازمه زي اللي سادتك على بابها. ازمه ايه اللي انا على بابها؟ اياك تكون فاكر ان انا مش عارف كل حاجه عنك، مش عارف انك بتقضي حياتك ازاي ومع مين وبتصرمح مع مين وبتصرف فلوسك على مين. ده انت رقاص وعايش مع الرقاصين. ايه يا دكتور، ايه الاخبار؟ اسف، جلطه في المخ ممكن تؤدي الى شلل. شلل يا صلاح؟ سلمى اختي شلل. انت السبب، انت السبب. ما قدرتش انسى جملتها ان البيت ده لو حصل فيه حاجه هبقى أنا السبب. حبيبتي يا ماما. الحمد لله إنك حسيتي إنك أنت السبب في كل اللي بيحصل ده. دلعك وعنادك هم اللي ولعوا الدنيا من لا شيء. لو كنت بنت مطيعة وبتسمع الكلام كانت الكلمة اللي يقولها بابا ما تتناش أبدا. ده إيه يا صلاح؟ البنت أصغر من إنك تحملها مسؤولية شلل أمها لوحديها، وأنت عارف كويس قوي إن شلل أمها مش هي لوحديها المسؤولة عنه. أنا آسفة يا بابا، مش هتتكرر.
أنا هنفذ كل حضرتك تقول عليه. هتجوز أدهم شكر بمجرد ما يرجع من أوروبا. بس ماما تقوم بالسلامة وتسامحني. طبعاً ما تجوزتش العريس اللي رشحه بابا، لأنه بعدها سافروا علشان يعالج أمي، وهم راجعين الطيارة اتخطفت، واللي خطفوها قتلوا كل الركاب. هلو؟ تليفون يا ستي، مش عارفة وزارة إيه وبصر إيه. الو، ايوه يا فندم، انا ميار العليمي بنته. ايه ماما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. بس حبيبتي بس عمر الدموع ما هترجع اللي فات. صغيرة حبيبتي على الحزن الكبير ده، وشك أصفر ولبلان. طلع ارتاح. أنا فعلا تعبانة أوي وهطلع ارتاح. وأنا جنبك لو عوزتي أي حاجة، أنا جنبك وهفضل جنبك على طول. اطلعي اطلعي ارتاحي. حامل؟ في اللحظة دي عرفت اني كنت حامل، وتأكدت اني حامل في شهرين. ازاي؟ انت في الوقت ده ما كنتيش متجوزه؟ معرفش. ما تعرفيش كنت حامل من مين؟ مش فاكره. مش فاكره يعني ايه؟ احلفلك اني مش فاكره انا كنت حامل من مين. ميار، انت واعيه اللي بتقوليه؟ للاسف واعيه، واعيه لكل كلمه انا بقولها. بعدها فكرت كتير، أكتر من أسبوعين بفكر أحكي لخالي رؤوف. خالو؟ خالو رؤوف؟ أنا اللي بيحصل لي مش فاهماه وخايفة، والمصيبة الأكبر إن ناس كتير لا يمكن تصدقه. أنا بقالي أكتر من أسبوعين حاسة بنفس الأعراض اللي بتحس بيها أي واحدة حامل، مع إني والمصحف يا خالو وحياة ربنا ما لمست حد ولا حد لمسني.
تقولي ايه يا ميار؟ انا هتجنن من يوم ما حسيت وانا عايشه في رعب وقلق ومصيبه اني انك ايه؟ اوعى تقولي لي انك حامل. انا رحت للدكتور امبارح وكشف عليا وعملت تحاليل اثبتت فعلا اني حامل في شهرين. حامل يا سحره؟ حامل عادي هنا انا حامل. حامل ومحدش لمسك؟ حامل ومش دريانه؟ على مين الكلام ده يا حبيبتي؟ انا عيل صغير ولا تلميذ في الروضة عشان اصدق كلامك الفارغ ده والدفعتين اللي انت عامله امي دول؟ انا حلفت لك. تحلفي لي ايه؟ مهما حلفتي اصدقك ازاي؟ قوليلي قوليلي مين الصايع اللي عمل العمله دي معاكي؟ لو فضلت تضربني من هنا لحد ما اموت مش هقولك ولا كلمه. انا هتجنن والاحسن انك تدخلني مستشفى المجانين. مجانين مجانين يا صايعه عشان الفضيحه اللي جبتيها تبقى فضيحتين. حامل حامل في شهرين يبقى المرحوم كان عنده حق لما استغرب انك رفضت تتجوزي صاحبه. ومصيبه مصيبه ان انا مش هقدر الوس ايدي وقتك وفي نفس الوقت لازم نشوف طريقه نخرج بيها من الورطه المنيله دي. قوليلي مين اللي عمل معاك العمله دي؟ انطقي يا خالي. صدقني انا ما اعرفش حد. مش علي انا الكلام ده يا صايعه. المشكله دلوقتي ان احنا نلاقي حل في الورطه المهببه اللي انت عملتيها دي. بقولك ايه؟ اطلعي اوضتك اقفلي على نفسك حسك عينك تعتبي بره الاوضه برجليكي لحد ما نشوف هنعمل ايه. اتحركي. كل اللي عرفته بعدها اني كنت مريضه نفسيه. المرض اللي قال عليه الدكتور وقتها اني عندي ازدواج في الشخصيه. ميار البكرة تجهزي نفسك عشان نروح نخلص من الورطة دي. أجهز نفسي إزاي؟ هنروح لدكتور صاحبي شاطر يخلصنا من المصيبة اللي في بطنك دي، وبعدين هاخدك عند دكتور أمراض نفسية وعصبية عشان أشوف التخاريف اللي أنت بتقوليها دي كذب ولا صحيح. دكتور نفساني؟ أيوة، دكتور أحمد جلال ده من أشهر أطباء الطب النفسي في مصر وصديقي. عقدة الذنب هي أساس المشكلة. والدتك حطت فيكي العقدة دي ووالدك برضو عمل كده وانت حملت نفسك أكتر ما تحتمل بالعقدة دي. يعني يا دكتور حضرتك تقصد أن عقدة الذنب دي هي اللي بتخليها تحاول تهرب من واقعها وتتقمص شخصية أخرى؟ بالظبط كده. هي من غير ما تحس ممكن تتقمص أكتر من شخصية، مش لازم شخصية واحدة. طب وأنا ليه أعمل كده يا دكتور؟ هو بمعنى أدق أنت بتحاولي تخرجي من الأزمة دي، بتخرجي من شخصيتك الحقيقية. والغريب أن المريض ممكن يحتفظ باسمه أو ممكن يغيره، ما ثبتش حاجة واحدة في الموضوع ده. وكل شخصية بتتصرف بعيد تماما عن الشخصية الأخرى، يعني ممكن تكرهها زي ما بتكره شخصيتها الحقيقية اللي بتحاول تنفصل عنها تماما. يعني يا دكتور أفهم من كده أن حضرتك تقصد أن الشخصية الحقيقية
لا تدرك ولا تعي تصرفات الشخصية الغير حقيقية؟ بالظبط كده، الشخصية الحقيقية لا تعي أفعال الشخصيات الأخرى ولا تذكرها. طب دكتور، حضرتك شايف إن المرض ده على وجه التحديد جه المايار من إمتى؟ بالتأكيد من ساعة إصابة الأم بالجلطة والشلل. طب مفيش أي علاج يخلي الشخصية الحقيقية تدرك تصرفات الشخصية الغير حقيقية؟ للأسف لا، المرض ده بالذات بيعمل لنا مشاكل، وخصوصا لما يكون المريض أنثى. انتي فاهمة خطورة اللي بتقوليه ده ايه؟ انتي كده بتفتحي الباب قدام كل الاحتمالات، اي احتمال في الدنيا دلوقتي وارد، فهماني؟ لا لا لا، ارجوكي ما ترعبنيش يا مريم. انا مش فاهمه انت ازاي مطلعه الاحتمال ده من دماغك، ده انا بقالي ساعه بقنعك. اللي انت حكيتيه ده يخلي اي احتمال وارد. الراجل ده ممكن يكون له علاقه بشخصيتك التانيه اللي انت ما تعرفيش عنها اي حاجه. يعني ما تزعليش مني، ممكن يكون هو ابو الجنين اللي انت تخلصتي منه. لا مش ممكن اكون ارتبطت بالراجل اللي انا شفته النهارده، مش ممكن. ما هو انت ما تعرفيش الراجل ده من 20 سنه كان شكله ايه، ولا الظروف اللي ربطتك بيه وخلتك تعملي معاه علاقة. لا برضو مش معقول أكون أنا ارتبطت بواحد زي ده أنا معرفوش. يا ميار، هو أكد لك إنك كنتي مراته، وإنه كان يعرفك من سنين طويلة، وما ادعاش في نفس الوقت إنه كان يعرفك في فترة وعيك الكامل، ولا الفترة اللي كنتي عيانة فيها وخفيتي. يبقى كل شيء محتمل. أيوه طبعا. يبقى ما تزعليش مني في اللي هقولهولك. لو الكلام ده فعلا صحيح وكلام الراجل ده مظبوط، انت هتكوني في نظر القانون متهمة. كان لازم اكون قاسية معاكي وافتح عينيكي على خطورة الموقف اللي انت بتمر بيه. انت في نظر القانون بتجمعي بين زوجين، وده تزوير في أوراق رسمية، تهم، جناية يعني. أخطر ما في الموضوع إنك في نظر القانون من حق الزوج الأول اللي ظهر النهاردة، وأي علاقة حصلت بعديه مهما كانت شرعية وبأوراق رسمية هتبقى بطلة. معرفش واحد طلعلي منين، فتح علي أبواب كانت مقفولة من زمان. يا ترى كان فين العشرين سنة اللي فاتوا دول؟ ما قالكيش؟ دول أكتر من 20 سنة. معقولة يا فنان التحفة اللي طلعت من تحت ايدك دي؟ تفاصيلك الكتير بتفرق في الحتة. ايديك تتلف في حرير يا محمود. ربنا يكرم اصلك يا رفع مروح المعنوية. وناوي على معرض ولا هتعمل زي كل كولكشن تخلصه وترميه لأي تاجر؟ والله العيال وامهم يا علي مام ابقى مفتوحة، ما بقتش ملاحق عليهم. اللي يسمع كده يقول عندك قرطة عيال، ده انت كل اللي عندك عيل وعيلة. امال اللي عندهم طورة يقولوا ايه؟ دي خيابة بعيد عنك، دول اتنين والواحد ما بقاش قادر يكفيهم. اوعى، شوف الصاروخ اللي داخل ده. دي مين دي؟ موديل ولا زيارة؟ أنا أول مرة أشوفها هنا.
متهيألي دي جلب شريف، شفتها معاه امبارح عند المدخل وبعدين اختفوا. ودي اللي جايبها ناحيتنا؟ خليها، اي حاجه تطري الجو. هاي هاي، اتفضلي. ممكن اتفرج على شغل حضرتك وتعرف على حضرتك؟ محمود فتح الله، وخريج فنون جميله، وعندي منحه تفرغ، وزي ما انت شايفه مسال. الحقيقه شغلك هوسني لما اتفرجت عليه امبارح، ودورت عليك عشان اهنيك. تشكر. طيب اخلع انا بقى، ماليش لازمه. حضرتك بتحبي الفن التشكيلي؟ بموت فيه، وبموت في كل اللي بيشتغلوه. ده انت فنانه بقى وبتحبي الفن. ايه شكلي مش باين عليه؟ ده انت نفسك لوحه فنيه. كتير قوي عرضوا عليا يعملوا لي بورتريه بس انا رفضت. الاستاذ شريف منهم؟ انت بتغير. بغير؟ كلامك عن شريف بيقول كده. مش هو اللي عرض عليك يرسمك؟ هو، بس المهم انا رديت عليه ازاي. اكيد رفضت. ليه اكيد؟ مش احتمال كنت وافق؟ ما افتكرش. طيب انت عندك اي ارتباطات دلوقتي؟ وحتى لو عندي هبي كل حاجه عشان في فيلم جاك نيكلسون بيقولوا حلو قوي، ندخله ونطلع نتغدى سوا في اي مكان تحبه. يلا بينا. عصافير القصر طايرين على فين؟ ازيك يا شريف؟ احنا مش اصحاب يا جنتل عشان تسالني ازاي. في يا جنتل، انت عايز حاجه معينه؟ كنت بسال طايرين على فين. مش من حقك، وانت صاحبنا عشان تعرف احنا رايحين على فين. الله، ده انت مستفقه امورك على الاخر. ما لقيتيش غير الراجل ده اللي تخرجي معاه ومعلقه ايدك في دراعه؟ خليك في نفسك واتكلم في اللي يخصك. بس يا بابا انت، انا مش بجيلك اي كلام. محمود يلا بينا، وخلي الشيء ده كده يفضل يغلي زي ما هو. الكلام ده تدفع تمن اهو. انا بتهددش. انت فاكر الامتحان فيه ده راجل؟ ده طير من نفخ. كلمه تانية هشرحك في مكانك واياك تتعرض لها تاني.